هو تو فا بيان، هو كل شيء على ما يرام، والمشاكل راهي عند الناس اخرين، ومن بين الناس الاخرين الجرى المغرب. دونك في المغرب كاين مشاكل اجتماعيه اقتصاديه سياسيه، المهم الخلاره في المغرب. بين الدول هذه اللي عندها مشاكل كبيره هم هذوك جماعه تاع المغرب يا لطيف، المغاربه هذ. في كل دول العالم كاين مشاكل، البلد الوحيد اللي ما فيهش المشاكل هو الجزائر. خوتي العزاز السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده، كنتمنى باش تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. الفيديو الذي نشوفه اليوم ان شاء الله مع واحد جزائري حر اللي كيهضر على الاعلام الجزائري اللي هاجم هذه الايام على المغرب وكيحاول باش يوسخ الصوره ديال المغرب، وكيهضر وكيقول بان كاينين مظاهرات في المغرب والناس ما لقات ما تاكل والناس خرجت للشارع، ارتفاع الاسعار، هذا الشيء كامل كاين غير في المغرب. في الجزائر هما ما عندهمش هذا الشيء، ما كاين لا طوابير في الجزائر، ما كاين حتى شي مشكل. الاعلام الجزائري دائما كيحاول باش يزين الصوره نتاع الجزائر وكيحاول باش يوسخ الصوره نتاع المغرب. علاش؟ باش كيسكتوا الشعب الجزائري، كيقولوا لهم هاد المشاكل راه ما عندناش غير حنا، راه حتى عند الجيران راه عندهم هاد الشيء كامل. خوتي العزاز غادي نمشيو نشوفوا هاد الجزائري الحر اش كيقول على هاد الشيء هذا. ماذا بكم تفعلوا مع هاد الفيديو بشكل كبير. الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم، خوتي العزاز شاركوا معنا وفعلوا الجرس. ماذا بكم تعطيونا اللايك، لان اللايك ديال هي اللي كتخلي الفيديو يطلع ويشوفوا بزاف ديال المغاربه. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. قول بانه كل شيء في الجزائر هو أنا حطيته في العنوان تو فا بيان، كل شيء عندنا في الجزائر هو تو فا بيان، هو كل شيء على ما يرام، والمشاكل راهي عند ناس آخرين، ومن بين الناس الآخرين الجرى المغرب. دونك في المغرب كاين مشاكل اجتماعية اقتصادية سياسية، المهم الخلارة في المغرب. أوكي، لكن احنا نحن في الجزائر تو فا بيان، سي تو. دونك كي تروح انت للقنوات الجزائريه للاعلام الجزائري تلقى هذه الصوره، انه احنا وي ار اول كول اول فاين تو فا بيان، عندنا المشكله راهي مشاكل راهي اير بارتو في لو موند، مي ماشي عندنا احنا، احنا تو فا بيان. و وش يبثوا دوك، نعطيكم واحد المقاطع كذا. ومن بين الدول اللي عندها مشاكل احنا ما عندناش، يعني احنا ما عندنا لا غلاء في المعيشه، لا عندنا مشكل اجتماعي، لا مشكل سياسي، لا مشكل شرعيه، ما عندنا ولا شيء، احنا تو فا بيان. لي بروبليم سون تايور، راهم تونس، ليبيا، سوريا، مصر، روسيا، الامريكان، ممكن فرنسا، المشاكل في المانيا يا ولدي، السويد، النرويج، كل هذه الدول عندها مشاكل، احنا ما عندناش مشكل، احنا ما عندنا حتى مشكل، احنا عندنا شنقريحه تبون، عندنا برلمان، عندنا احزاب سياسيه، صحافه حره، ما عندناش معتقلين سياسيين، ما عندناش معتقلين الراي، احنا لو تو فا بيان. فهمت؟ ومن بين الدول هذه اللي عندها مشاكل كبيره هم هذوك جماعتنا تاع المغرب يا لطيف، المغاربه هذ، ها الجاره الغربيه، عندهم مشاكل في الشرعية، عندهم يجوعوا، ما عندهمش شي ياكلوا، عندهم المسيرات، الانتفاضات، النقابات تعيط. المهم في المغرب راه الحالية، الحالة يعني خالية. كان دي بروبليم في المالي، كان في تونس، كان everywhere، في كل دول العالم كان مشاكل. البلد الوحيد اللي ما فيهش المشاكل هو الجزائر. فهمت خويا العزيز ولا ما فهمتش؟ الجزائر والنظام الجزائري في الجزائر الجديدة تاع شنقريحة وتبون هي مركز العالم. اوكي؟ احنا ما عندنا ولا مشكل اقتصادي ولا مشكل اجتماعي. احنا في الجزائر ما عندناش مشكل سياسي، ما عندناش مشكل، لا يعني ما كانش معتقلين عندنا. ما عندناش مشكل في حرية التعبير. احنا
تفوقنا على بريطانيا بمئات السنين، وعلى ألمانيا وعلى السويد وعلى النرويج، وإحنا عنا مصانع السيارات وعنا الفلاحة، تجيب لنا 50 مليار في العام كما قال تبون. وإحنا ما نحتاج حتى واحد في العالم، كيف شكون انت؟ قالوا لنا ربها، انا هو ربها بعد. هذه المقدمة هي نتاج قراءة خلال الأسبوع لما تقوله الصحافة الرسمية في الجزائر، وأيضا الصحافة الخاصة في الجزائر، وأيضا ما يقوله الكثير من الأحزاب السياسية في الجزائر، أنه نحن أعظم دولة في العالم، نحن مركز الدبلوماسية في العالم، نحن الذين نحرك العالم في النهاية. تبون كم مش تبون، ممكن الأزمة الأوكرانية ما تلقاش حل، وممكن الصين وأمريكا ما يتفهموش، وممكن مشكلة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا ما يلقاش حل. احنا شكون سعد علي؟ الله يبارك فيك اخوي، ضحكتني اخوي، ضحكتني والله يضحكني سيد علي، والله يضحكني، وانا راني زعفان اليوم، ضحكتني. اي نعم، نحن قوة ضاربة يا حبيبي، نحن القوة الضاربة. واليوم نفتح لنا في نشرة الاخبار الرئيسية اليوم برك، يعني عندي نشوف فيها تقريبا ساعة، نشر الأخبار كل فيها توفابيان، كان فقط مشكل عند المغاربة. مغاربة فيهم مغاربة، أزمات اجتماعية سياسية، أحزاب ما كانش في المغرب، نقابات تعاني، المواطن المغربي مش لاقي وش يأكل، الفساد، الزطلة، شيء الدولة هذه اللي عندنا في المغرب يحشموش هكذا. هذه اكتشوفوا يعني Une fois de plus, la rue grande au Maroc, en raison des souffrances qui se multiplient et l'extrême pauvreté vécue par la grande majorité du peuple. Donc c'est un reportage que vous avez vu. Il y a une mظاهرة في المغرب. Bon, اللي مسجلها هو هيبة بريس اللي هو موقع مغربي. بصح اللي بث هذا الخبر هو التلفزيون الجزائري، اوكي؟ دونك التلفزيون الجزائري يهز معلومة من موقع مغربي ويدير بها شو. على الأقل كاين مظاهرات في المغرب، يعني تاع النقابة هذه مظاهرات في المغرب. هذا اليوم هذا سونيتي با لو برومي سوجي على المغرب، داروا على المغرب ثلاث ستوريز، يعني ثلاث مواضيع. انا ما يهمنيش وش صار في المغرب، انا جيكم القصه يعني. نشره كامله هما على مظاهرات في المغرب وعندهم مشاكل في المغرب والنقابات تتظاهر في المغرب ومواطنون يتظاهرون في المغرب وعندهم مشكل مع الحكومه وعند غلاء المعيشه لابريكاريتي واخلاء دار الشر في المغرب. اوكي ما يهمنيش انا، اوكي انا فاين، لكن على الاقل يعني كلمه راني كنت راح نقولها في التحليل او قالها اخويا الجيري باتريوت، على الاقل كان هناك حريه التظاهر. في التقرير يقولوا باللي تم قمعهم، لكن ما كان صور تاع قمع، يعني كان الناس يتظاهروا في مدينه الدار البيضاء او مدن، يظاهروا من حقهم ويظاهروا. النقابات عندها مشكل مع الحكومة في المغرب وخرجت في مسيرات تظاهرية ما ضربهمش البوليسية لحد الآن يعني، وقاعدين
يظهروا، من حقهم يظهروا. دونك هناك بروبليم ماروكو ماروكان، يعني هناك مشكل مغربي مغربي يخص المغاربة. انت في التلفزيون الرسمي الجزائري في الصحافة الجزائرية يا خويا واش داير كل هذه الحكاية هذه؟ دونك لا بروميير كيستيون، وشنو هو الوضع الاقتصادي والسياسي والحقوقي عندنا في الجزائر؟ هذه هي لا كيستيون كي سفو سوبوزي. ها يا سيدي المغرب فاسد دوك داو منه، اي ومن بعد ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد؟ ماذا بعد هو السؤال. شو حالنا احنا في الجزائر؟ كيف هو حال، عفوا، كيف هو حالنا في الجزائر؟ كيف هو حال الحريات السياسية في الجزائر؟ كيف هو حال الحريات النقابية في الجزائر؟ كيف هو حال العمال في الجزائر؟ كيف هو حال الصحافة في الجزائر؟ كيف هو حال نعود حرية الرأي والتعبير في الجزائر؟ كيف هو حال الاقتصاد في الجزائر؟ كيف هو حال شرعية الحكم في الجزائر؟ خوتي الأعزاء، فيديو ديال اليوم هذا كنتمنى باش يكون عجبكم، وشكرا لكم بزاف، وسمحنا لك نطولنا لكم. بالنسبة للناس اللي مازال ما شاركوش معنا، مرحبا بكم، خوتي الأعزاء شاركوا وفعلوا الجرس، مازال ما درتيش لايك كنتمنى باش دير لايك الفيديو باش يطلع ويشوفوه بزاف ديال المغاربة. خوتي الأعزاء غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله، ديما مغرب والصحراء مغربية، السلام عليكم.